أهلاً أعزائي المشاهدين أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور صلاة إلى الله أنك تتبارك من خلال هذه الحلقة اليوم رح نتكلم عن موضوع كتير كتير مهم موضوع بهمنا في هذه الأيام عن الوحي الإلهي والسبب من اختيار الموضوع في حمله شرسه ضد الكتاب المقدس. وطبعا هذا ليس جديد علينا من بدايه الايام والكتاب المقدس يهاجم، لكن مع كل هذا اثبت قوته وكما قال احدهم دع الاسد يدافع عن نفسه، هو كل ما يحتاج الانسان انه يقرا الكتاب المقدس، والله هو اللي بيفتح الذهن والبصيره حتى ندرك اسرار الكتاب وحقائق الكتاب الجميله في هذا الكتاب الرائع. والسؤال هل يعتمد على الكتاب المقدس اليوم؟ وهل فعلا الكتاب المقدس مناسب للعصر الحديث؟ ومزيد من هذه الاسئله رح نتكلم عنها في هذه الحلقة، ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير اهلا اعزائي المشاهدين انتم تشاهدون برنامج ليكن نور وعلى فكره هذه الحلقه مسجله لكن ما تغيرش الوضع ارقام الهواتف موجوده على الشاشه امامك فيك تتواصل عن طريق الهاتف وفيك تتواصل عن طريق الفيسبوك وفيك تتواصل كمان عن طريق السكايب حديثنا اليوم كتير كتير مهم <applause> عفوا موضوع مهم عن الوحي الإلهي ويسرني أن أستضيف أخ صديق أه طبعا معروف للجميع كان من زمان من أكثر من 30 سنة الأخ يوسف في رياض على برامج نور لجميع الأمم وإحنا منرحب فيك اليوم في برنامج ليكن نور أهلا بك أخ نزار أه ربنا يباركك أخ يوسف أنت طبعا خادم للإنجيل يعني اذا بدي اوصفك في كلمه بقول انت مدرسه الربية. كلنا بنتعلم منك الربية. ربنا يباركك اليوم في مثل ما سمعت في المقدمه في حمله شرسه ضد الكتاب المقدس احيانا يعني بالنسبه لنا الهجوم المباشر ممكن نرد عليه ونجاوب عليه لكن لما الهجوم بيتسلل تحت مسميات مسيحيه ومن خلال طبعا ممكن أشخاص في الكنائس بيبتدوا يعني ما يسمى رياح تعليم أو تحوير في بعض الحقائق أو حذفها هنا بيكون الخطر فإحنا حديثنا اليوم عن الوحي الإلهي قبل ما أبتدي أخ يوسف لما نقول الوحي الإلهي إحنا بنتكلم عن الكتاب المقدس بنتكلم عن كلمة الله أعطينا تعريف بسيط عن الوحي يعني أحب أقول مصداقا لكلام حضرتك هو أن الهجمة شرسة وخبيثة وبتفكرنا بأول هجمة للشيطان مع بني البشر عندما في الجنة راح لحواء وقال لها أحقا قال الله فتشكيك الشيطان في أقوال الله هو منهجه من البداية وفي الحقيقة إحنا عندنا حق ثمين بيسميه الكتاب المقدس الايمان الاقدس لكن هذا الايمان الاقدس استمدناه منين؟ استمدناه من الكتاب المقدس فان جاء الشيطان لكي يعبث في عقول بعضنا ان هذا الكتاب ليس كتاب الله عندئذ اساسيات الايمان تنهار عشان كده فعلا هي هجمه خبيثه وهجمه شرسه واعتقد ان الشيطان بدهائه استغل روح العصر بعد الربيع العربي حدث تمرد وثوره على كل الاوضاع القائمه م. دخلت هذه الامور مش بس في العالم السياسي لكن حتى في العالم الكنسي واصبح هناك نوع من التمرد على كل الموروثات مين قال لنا ان اللي احنا استلمناه ده صح؟ م. مين قال ان الكتاب المقدس ده اساسا هو مش يحوي كلام م. الله لكن هو كلام الله م. ده اللي بيهاجمه الشيطان النهارده ما عندوش مانع ابدا ان يقول انه يحوي كلام الله لكن م. مش كله انت بتعرف اخ يوسف لما بيهاجموا الوحي الكتاب طبعا في ردود على هذه الهجمه لما <تصفح> لما بيهاجم مثلا صحه الكتاب في ردود لما بيهاجم فكره الفداء فكره الصليب في رد لما سواء رد كتاب او حتى رد تاريخي اذا بيهاجموا لاهوت المسيح طبعا في ادله وبراهين كثير وحضرتك كتبت عده كتب في هذا الموضوع سواء في الوحي او في اللاهوت لاهوت بما يتعلق بلاهوت المسيح لكن لما بتيجي حقائق بنبتدي ان ان اوكي في قصه مثلا موجوده قصه ادم وحواء هي قصه موجوده في العهد القديم بنقتبسها بنحكي عنها لكن لما بنيجي نقول ان هاي القصه لربما تكون أسطورة لكن الغرض من هاي القصة أنه فيها درس تاريخي درس أدبي نتعلم منه نتعلم من هذه القصة حتى نستفيد منها في في اخر الدهور يعني في هذا العصر وهون الهجم الشرس الاصعب صحيح صحيح يعني وبدءا من ما يسمى عصر التنوير في اوروبا بدا الهجوم على الكتاب المقدس وكان سفر التكوين له النصيب الاوفر من الهجوم ولا سيما الأصحاحات الحداشر م. الأولى ويمكن السبب لذلك أننا لا نجد تاريخ وضعي بيكلمنا عن العالم القديم ما قبل الطوفان احنا ما عندناش غير هذه الأصحاحات الحداشر وعشان كده نحن ينبغي أن نفخر ونعتز بهذه الأصحاحات وإذا بالليبراليين التحرريين يهاجمون هذه الأصحاحات بالقول وهذا الكلام صرنا نسمعه من العديد من العديد من رجال الدين المسيحي للاسف انها اساطير لكنها تحوي تعاليم روحيه مفيده لكن لا تاخذها، يعني مش الله خلق ادم ومنه خلق حواء طبعا مع ان الكتاب المقدس واضح وقاطع وبيبني تعاليم على ذلك مثلا لما يقول لنا لست اذن للمراه ان تعلم ولا تتسلط على الرجل يقول لان ادم جبل اولا ثم حواء يعني مش مجرد قصه ظريفه لطيفه نقولها للاطفال قبل النوم لكن ده بيبني عليها تعاليم مسيحيه وهكذا كثير من هذه الدروس فهي مش مجرد تحوي دروس لكنها حقائق تاريخيه مثبته المسيح اشار اليها الرسل اشاروا اليها بدل المره مرات م. نحن نتمسك انها حقائق تاريخيه م. صحيحه وطبعا يعني احنا مش بس بنتمسك فيها اخ يوسف لكن الكتاب المقدس بصير بخطه محكمه منسجمه في خطه الهيه الله عم بوصل ارادته عم بوصل فكره للانسان إذا ابتدينا ننكر حقائق مثل الخلق ومثل الطوفان ومثل الفلك ومثل أيوب ومثل مثلا وهكذا قصص كثيرة مثل قصة يونان فيعني احنا بعتبرها مثل المسبحة لما بتاخذ منها حبه بتفرط كل صحيح. المسبحه لانه الكتاب المقدس يعني في حاجه ما يسمى بالتدرج بالاعلان حتى وصلنا للاعلان النهائي يوصلنا للاعلان الكتابي آه الكامل لكن طبعا هم يعني في طبعا في كتابات موجوده آه قديمه من حمورابي في كتابات آه جلجاميش وفي كتابات اللي بتتكلم عن قصه الطوفان وبتتكلم بس الفرق احنا يعني بيتكلم مثلا في قياسات معينه مش ممكن يعني انه فعلا هذه القياسات حتى بتستخدم للسفن اليوم حديثا. مثل الاساطير بتتكلم عن شيء مكعب، شيء مربع طبعا استحاله انه يمشي، فبيخلطوا الاساطير بقصه، فالظاهر انا بتطلع عليها انه هاي كلها اثباتات إنه فعلا كان في طوفان، فعلا كان في قصة حتى لو حكوها بالاساطير الاخرى. يعني يقال أن هناك ليس أقل من 33 وثيقة تاريخية تؤكد حدوث الطوفان، 33 وثيقة م. تاريخية، لكن زي ما حضرتك تفضلت الكثير منها يحتوي على خرافات. آه لكن كلمة الله أين الخرافات فيها؟ لا يمكن أن تجد. آه وده مش غريب انه يكون في وثائق تاريخيه كثيره لانها حقيقه مثبته تاريخيا لكن الاضافات هي اللي كانت اسطوره آه كمان على كلام حضرتك يعني كثيرون من اللاهوتيين يقول لك قصه ان الله اطعم ايليا عن طريق الغربان القصه غير صحيحة تاريخيا لكنها صحيحة روحيا بتعلمك الاتكال على الله بتعلمك ان ربنا يقدر يسدد احتياجاتك قصة يونان في بطن الحوت دي مش قصة صحيحة تاريخيا لكن صحيحة روحيا بتعلمك انك تقدر تصلي لله في كل وقت وما تسمع تط... تسم... كلام ربنا والا هيحصل لك كلام مش مم. كويس طبعا نحن نرفض هذا تماما لان المسيح قال وعندما يقول المسيح الذي هو الحق يقول كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليالي هكذا يكون ابن الإنسان لو قلنا الأولى مش تاريخية طب ويبقى الثانية اللي هي ابن الإنسان في بطن الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليالي يبقى الكتاب كله زي ما حضرتك قلت يا إما يؤخذ كله يا إما هيضيع الكتاب ونحن نرفض أن الكتاب يضيع من بين أيدينا طيب فإذا خلينا نرجع للسؤال الأول أخ يوسف عن فكرة الوحي مفهوم الوحي في الكتاب المقدس لو حبينا نعرف للمشاهد شو هو مفهوم الوحي وكيف نعرفه يعني الوحي ده سيطرة روح الله على اوان الوحي الذين كتبوا اللي بيسميهم الرسول بطرس في رسالته الثانيه واحد تكلم اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس هيمن وسيطر عليهم طبعا لم يلغي شخصياتهم موجودة شخصياتهم وعلمهم لكن حماهم من الخطأ النظريات الليبرالية الحديثة بتقول لك الوحي جزء منه إلهي معصوم م. وجزء منه بشري غير معصوم م. والسؤال كيف أميز وكيف بين أعرف وكيف أعرف بين هذا المعصوم وبين ذاك الغير معصوم يبقى إذن أنا لن أستطيع أن أخذ كل الكتاب وطبعا دي ضربه شيطانيه القصد منها مش اني اسيب جزء لكن انه ولا حاجه تبقى محل ثقه. كلا الوحي هو شوف مثلا في كورنثوس الاولى اثنين يقول ما لم ترى عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على بالي انسان. يعني ما اعلنه الله لنا بروحه القدوس امور لا ينفع معها القياس ولا الحواس. الحواس أنا ما شفتش ولا سمعتش، مين شاف مم. الله؟ مين سمع الله؟ مين راح السماء وشاف وسمع؟ طيب ولا ينفع معها قياس لأن مش هقدر أقول الله زي لأن الله ملوش زي نعم. يبقى إذا هذه الأمور لا ينفع معها الحواس ولا القياس أمال إيه اللي ينفع معها؟ أعلنها الله لنا نحن بروحه لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله وأن... نحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله التي نتكلم بها لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية بل بما يعلمه الروح القدس قارنين الروحيات بالروحيات بمعنى موصلين الأفكار الروحية بالأقوال التي أملاها الروح القدس فنحن نؤمن بأن الوحي معنى ومبنى لفظا ومحتوى طبعا انت ذكرت يعني عن مفهوم الـ الـ الوحي وانه لانه البعض يعني في امور مثلا في العهد القديم اللي هي عادات معينه خلاص احنا ما بنمارسها اليوم بس انه كل الكتاب هو نافع يعني في دروس بنتعلم من التاريخ كيف كانت سيره حياه الناس كيف كانت عاداتهم كيف كانت ثقافاتهم فكل هذا كان من ضمن الوحي حتى لو كان في اقتباسات من ضمن الوحي الله بيوصل فكره حتى نتعلمها والموضوع كله بناخده طبعا بالايمان الله بيعلن لكن احنا بنستقبل هذا الموضوع بالايمان السؤال اليوم شو السبب شو السبب انه اليوم في ميول اللي عم بيتركوا الكتاب المقدس يعني في عدد قليل فقط اللي بيقرا الكتاب المقدس والسؤال هل يعتمد على الكتاب المقدس از ريليفنت يعني لليوم لإلى انا شخصيا في الحقيقه بركه عظمه كما قال احد رؤساء امريكا السابقين اعظم منحه افتكر ابراهام لينكولن قال <applause> اعظم منحه منحها الله لبني البشر هي الكتاب المقدس. م. في الحقيقه ما نعرفش كنا نعرف ايه عن ايه لو ما كانش معانا م. الكتاب المقدس. الامور الابديه. طبعا الامور العالميه مهمه لكن ايه قيمه الزمان بالقياس م. مع الابديه؟ وهذه الامور الابديه لن استطيع ان احصل على اي معرفه عنها خارج الكتاب المقدس. لذلك الكتاب المقدس عطيه عظمى والشيطان بدهائه وخبثه يحاول أن يبعد البشر عن هذا الكتاب قال المسيح للصدقين في يومه وأنا بشوف أن ناس كثيرة النهاردة في المسيحية نقدر نقول عليهم أنهم صدقي الزمان الأخير قال لهم تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله عندما لا أحترم الكتاب وعندما لا أقدر قوة الله نحن نصبح على شفا الضلال. يعني احنا دائما منشجع الناس على قراءة الكتاب المقدس وبنفس الوقت يعني الكتاب المقدس او حقائق الكتاب بتتطلب اعلان. صحيح. <applause> يعني عملية فتح عيون، فتح اذهان وهذا ما حدث مع تلمذي عمواس على الطريق الى عمواس والرب وصفني يعني ايها الغبيان. والبطيئان يعني مش يعني عم بيسمعوا لكن مش مستوعبين مش مش قادرين ياخذوا هذه الحقائق المهمه جدا اللي بتتعلق بالفداء في صلب وقيامه يسوع المسيح حتى فتح أذن لكن اليوم لما احنا بنتكلم مع الناس انه بنشجعهم يقراوا الكتاب المقدس، ليه بدنا نشجع الناس يقراوا الكتاب المقدس؟ اذا بعدهم مش مختبرين عمليه الفتح فتح الاذهان. يعني عندي قصه حصلت في سفر اعمال الرسل اصح 8 عن وزير جاء من الحبشه وصل الى اورشليم يسجد في العيد ورجع دون ان يستفيد شيئا من اورشليم لان مم. الرب كان قال هو ذبيتكم يترك لكم خرابا مم. لكن هذا الرجل الباحث المتواضع اقتنى مش كل الكتاب لكن جزء من الكتاب اللي هو سفر اشعياء مم. اللي البعض بيسميه الانجيل الخامس وهو راجع في مركبته كان يقرا والله من السماء اللي مكتوب عنه لان عيني الرب تجولان في كل الارض لكي يتشدد مع الذين قلوبهم كامله نحوه كان بيقرا والرب قال لو بصيب النهضه بتاعه السامره وينزل الى الطريق مم. المنحدر من اورشليم الى غزه التي هي بريه ولما اقترب من المركبه سمع الرجل يقرا في سفر اشعياء وقال له علك تفهم ما أنت تقرأ في الحقيقة أنا معجب وبتصدم أحيانا من رد الوزير لما يقول لا أنا مش فاهم <applause> طب لما ما انتش فاهم طب ما تركن الكتاب وتشوف لك تسلية تانية في الحقيقة الرجل ده كان عنده يعني إخلاص وباحث وأحس أن الكتاب ده فيه كنوز وجواهر هو محتاج لها لذلك فضل يقرأ لغاية لما ربنا ما سابوش بعت له اللي يشرح له ويفهمه قصة الفداء عن طريق المسيح ابتدأ من هذا الكتاب وبشره بيسوع لذلك أي شخص مخلص باحث عن الحقيقة لا غنى له أنه يقرأ أنا مش هقول له يفهم لأن دي خطوة تالية ربنا لما هيلاقي مخلص هيفهمه هيبعت له اللي فهمه لكن أنا أناشد كل واحد بيسمعنا الآن اقتني الكتاب اقرأ في الكتاب وإذا كان عندك رغبة حقيقية مكتوب عن الله لأنه أشبع نفساً مشتهية وملأ نفساً جائعة خيرة هيدي لك الخير وحيشبع نفسك لو أنت مشتهي وليك رغبة حقيقية صادقة في أن تصل إلى معرفة القدوس. آه رح نواصل حديثنا أخ يوسف لكن بحب أعطي فرصة للمشاهدين إذا عندك أي مداخلة عندك أي سؤال يمكنك تتواصل معنا ابقوا معي ساعود بعد هذا الفاصل اهلا اعزائي المشاهدين انتم تشاهدون ليكن نور وحديثنا عن الوحي الالهي مع خادم الانجيل الاخ يوسف رياض اهلا وسهلا اخ يوسف اهلا بك طبعا هذا موضوع كبير بس احنا بنحاول بدنا نعصرك يعني قديش بنقدر في هذه الحلقه الكتاب المقدس هو كتاب اعلانات <applause> ونتعلم كثير اشياء يعني اعلن لنا انه السموات تحدث بمجد الله عن الخليقه الجميله شفنا جمال الله حكمه الله ذكاء الله بعدين الله اتكلم من خلال الانبياء بالوحي الكتابي ابتدينا نشوف صفات الله نبتدي نتعلم اكثر عن شخص الله كل هذه الاشياء موجوده في الله لكن ممكن كانت مخفيه الى ان جاء الابن جاء يسوع اللي هو الاعلان الكامل اظهر محبة الله وتجسد الكلمة الاعلان الكامل حتى ندرك الله فايه اللي ممكن يعني من خلال هذا الاعلان اللي اللي هو عبارة عن سلسلة اعلانات نفهم فكر الله يعني جميل اللي حضرتك اشرت اليه وبيفكرنا ده بمزمور 19 الآيات الأولى من مزمور 19 بيكلمنا عن هذا الإعلان الكوني اللي حتى القبائل البدائية تقدر لأن السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه يدي. وبلغة روميا أصحاح واحد لأن أموره أمور الله غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات أي قدراته السرمدية وألوهاته حتى إنهم بلا عذر لكن بعدها على طول يكلمنا عن إعلان أكثر شمولا ووضوحا مم. فيقول ناموس الرب كامل يرد النفس فمثلا في السماء أنا شفت حكمة الله وشفت قدرة الله صح بس هل الله قدوس السماء ما قالت ليش هل الله محب السماء ما قالت ليش مم. هل الله بار ما قالت ليش السماء قالت لي أنه قوي أنه عظيم أنه قادر قدراته السرمدية لكن الحاجات الثانيه دي اللي انا اشرت اليها الكتاب المقدس قالها لنا. لكن زي ما حضرتك تفضلت ايضا هناك الاعلان الاكمل اللي هو الرب يسوع المسيح الله لم يره احد قط الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر فعندما راينا المسيح راينا الله لدرجه ان المسيح عاتب في لبس في ليلة العشاء الاخير وقال له انا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس الست تؤمن اني انا في الاب والاب فيا فكيف تقول ارنا الاب الذي الل رآني فقد راى الاب وطبعا يعني انا عاوز اقول كمان على شيء مهم أن نحطه في موضوع ال الوحي اللي هو يعتبر معجزه أيوه. اللي هو موضوع النبوات يعني صحيح. لما الكتاب المقدس بيتكلم عن نبوات لا حصر لها، مش بس صحيح. نبوات عن مجيء المسيح الاول وفي نبوات عن مجيء المسيح الثاني، لكن حتى بالتدرج بتشوف م. انه الانبياء بيتنباوا عن شعوب، صحيح. عن ملوك، م. عن ممالك، لدرجه انه اشعياء بيتنبا عن كورش صحيح. ملك فارس اللي بيسترجع او بيكون سبب رجوع اليهود من السبي الى اورشليم وكان هذا قبل قبل يعني يمكن 200 سنه او 150 ل 200 سنة. 200, 200 سنه فالنبوات طبعا دور مهم صحيح آه يقال ان في الكتاب المقدس اكثر من 10000 نبوه مم. وزي ما حضرتك تفضلت مش كلها عن المسيح مع ان فيك نبوات كثيره جدا تمت بدقه بالغه لكن مثلا تكوين 15 لما الله بيقول لابراهيم اعلم يقينا ان نسلك سيكون غريب في ارض سيكون غريبا في أرض ليست لهم يستعبدون لهم ويذلونهم 400 سنة ثم بعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة والأمة التي تستعبدها أنا أدينها يقول الرب الكلام ده بكل دقة تم فراحوا إلى مصر استعبدوا في مصر زي ما قلنا الأصحات الأولى مم. من سفر الخروج وبعدين خرجوا بأملاك جزيلة المدة حر... الزمنية, الزمنية, 430 سنة بالضبط في ذلك اليوم عينه زي ما بيقول لنا خروج 12 اخرج الرب بني اسرائيل يبقى اذا المده محدده بالظبط بعدين لما تقرا في سفر ارميا سبعين سنه هيقعدها الشعب في بابل, بابل وبعدين دانيال كان موجود في السبي البابلي وبيقول انا فهمت من الكتب كماله عدد السنين التي قال عنها ارميا النبي خلصت السبعين سنه فصلى وجات له الاجابه يبقى نبوات في منتهى الدقه تمت والبعض منها يتم الآن وسيتم عن قريب أيضا. وأنه احتمال تتميم النبوات في شخص واحد مثل يسوع المسيح الكل بيتفق بقول استحالة مستحيل أنه تشوف كم الهائل أو العدد الهائل من النبوات اللي بتتم في شخص واحد واحد قال أن 48 نبوة بس من اللي تمت في المسيح الاحتمال أنها تتم صدفة واحد قصاد عشرة وقدامها أو واحد وقدامه مية واحد وثمانين صفر يعني الرقم ما يتقريش صعب واستحالة وعشان كده ده بس جزء من النبوات مش كل ما جاء عن المسيح إذا عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها أه اليوم طبعا العبارات المستخدمه بتستخدم انه الوحي مش كامل حتى انه نرجع يعني نعتمد على الكتاب المقدس شو ردك يعني واحده من يعني نفحات اللاهوت التحرري قال لك اللاهوت ال... ال... الوحي مش كامل وما فيش مانع ابدا النهارده يعلن افكار جديده لاشخاص اخرين الكتاب المقدس يحتوي على كلمه الله لكن ليس بالضروره ان يكون كل ما عند الله قاله هنا م. وده بيقلل من شان م. الكتاب المقدس عند من يقبلون هذه النظريات اللي ليس لها ادنى اساس في كلمه الله م. م. الله في كتابه بيحذرنا لا تزد على كلماته لئلا يوبخك فتكذب في سفر التثنيه الكلام الذي انا اكلمكم به لا تزيدوا عليه ولا تنقصوا منه في اخر سفر الرؤيا إن كان أحد يزيد يزيد الله عليه الضربات وإن كان أحد يحذف يحذف الله نصيبه من سفر, سفر الحياة. إذا عندنا تأكيد أن كل الكتاب موحى به من الله ويجعل إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. إيه بعد الكمال؟ ما هو الـ يعني الـ اللي بيستخدموه إنه طب ما جاء المسيح الكامل والوحي متجسد في شخص المسيح فما في داعي انه حتى نعتمد او نقتبس من الكتاب المقدس لانه كل ما عندنا هو في شخص المسيح شو رايك اه ما بيقول لك الوحي ليس آه شفاهيا ولا كتابيا الوحي هو شخص آه وفي الحقيقه كلمه حق يراد بها باطل او كلمه مضلله احنا عرفنا المسيح اساسا منين قل لي انا اتولدت في بيئه مسيحيه عرفت المسيح منين؟ الم اعرفه من هذا الكتاب فاذا قلت لي لا سيبك من الكتاب والمسيح طب المسيح انا اعرفه منين؟ اي واحد يجي ويحكي لي حتوت عن المسيح اصدقها ولا هذا الكتاب؟ المسيح قال لليهود فتشوا الكتب لانكم تقولون ان لكم فيها حياه ابديه وهي التي تشهد لي وشهاده يسوع هي روح النبوه وله يشهد جميع الانبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا، فالمقولة في ظاهرها حلوة، احنا مش عندنا وحي شفاهي ولا وحي كتابي، احنا عندنا المسيح. عندنا الشخص الكامل وخلاص ننظر ليس. حلو طب عرفته منين الشخص الكامل ده؟ خارج الكتاب المقدس، ده ما عنديش الكتاب ما كنتش أعرف المسيح. يعني الكلمة المكتوبة بتقودنا للكلمة المتجسدة. تمام تمام. اوكي. رح ناخذ فاصل قصير وبعدين عندي شويه اسئله لانك تذكرت أن الهجوم اكثر على سفر التكوين صحيح أه ساعود بعد هذا الفاصل القصير اهلا اعزائي مرة اخرى انتم تشاهدون ليك النور وحديثنا مع الاخ يوسف رياض خادم الانجيل عن موضوع الوحي الالهي. سفر التكوين وبالذات من اصحاح واحد ل 11 كانه شغل الشاغل اليوم في معظم العالم. منشوف الملحدين يهاجمون والمسيحيين اللي طبعا ابتداوا يشككوا في بعض من قصص ليه بالذات سفر التكوين الإصحاح من واحد ل 11 حضرتك أشرت أن الكتاب المقدس زي المسبحة إذا فرط عق... مم. حلقة واحدة انفرط العقد كله آه وده اللي حصل سفر التكوين من واحد ل 11 زي ما أشرت قبل كده لا توجد تاريخ مكتوب يؤيد أو ينفي فهم اتخذوها فرصة فيش كلام زي كده وهذه القصص طبعا مكتوبة والمسيح تكلم عنها قال المسيح البعض انقسم إلى فريقين يا إما المسيح ما يعرفش يا إما مم. وطبعا ده عين الكفر مم. يعني أني أقول أن المسيح ما يعرفش آه يعني إزاي هم آه يقول لك آه في ناسوته لا يعرف لا في ناسوته محدود المعرفة لكن في فرق ما بين المعرفة المحدودة والمعرفة الخاطئة. فهل المسيح عنده معرفة خاطئة؟ ده ده نوع من الكفر. البعض الثاني قال لك لا هو كان فاهم ان الكلام ده بس هو كان بيجاري عصره، كان فاهم ان ما فيش حاجة اسمها آدم ولا حواء لكن بيجاري عصره. من امتى المسيح بيجاري؟ فين بنشوف في الأناجيل ان المسيح بياخد الناس على يعني بيجاملهم في الحق امتى؟ لا ولا مره تردد ولا مره اعتذر ولا قم. مره يعني حتى اخذ الموضوع بشكل فكاهي ولا لا كان اتلاق. كل الحقائق تضلون اذ بالصحة. لا تعرفون الكتب المقدسه. ده اللي قال 25 مره في انجيل يوحنا الحق الحق اقول م. لكم ده دايما ما يقولش غير الحق م. لكن التحررين للاسف عايزين يقولوا لنا ان المسيح ما كان يعرف او انه كان يعرف وكان يجامل ولا نقبل م. الاولى ولا نقبل الثانيه على الاطلاق م. هو طبعا خلينا نبتدي في سفر التكوين نعم. يعني المشكله اللي بنواجهها انه العلم بيقول انه مثلا يعني استحالي يكون الانسان عمره 6000 سنه وانه الارض عمرها ملايين السنين وانه كان في ديناصورات الى اخره ازاي يعني نصالح الموضوع الخلق في الأول في موضوع الخليقة يعني زي ما فعلا أشرت حضرتك أن موضوع نظرية التطور اللي جاء من عشرات السنين أو قرنين تقريبا بدأت هذه النظرية فخلت بعض اللاهوتيين عاوزين يتصالحوا مع هذه النظرية عشان ما يضعش المسيحيه صالح الكتاب مع العلم الكتاب بما يسمى العلم, العلم. بالضبط رغم ان نظريه التطور هي فرضيات ولم ترقى الى كونها نظريه وليس كل العلماء يؤمنون بها م. والاختلافات عنها كثيره بس ده مش موضوعي الان م. لكن عايز اقول ان لو تقرا الايه الاولى من سفر التكوين اصح م. واحد اللي هي اول ايه في الكتاب المقدس الخصومه المزعومه ستنهار لأنه بيقول لنا في البدء خلق الله السماوات والأرض طيب خلقها في البدء إمتى البدء ده بستة آلاف سنة لا في البدء ولما يقول مثلا مثلا في مزمور 102 من قدم أسست الأرض والسماوات هي عمل أصابع قدم دي بالنسبة لله ستة آلاف سنة ده قدم ده ستة آلاف سنة زي ست أيام فيقينا الأرض لها ملايين السنين ربما هو هل على لها أساس ب... أنه الله غير محدود بالسماء محدود بالزمن وخارج عن نطاق الزمن بالضبط يعني الزمن محدود بال بسفر التكوين الله خلق المواقيت الشمس والقمر وصار في سيستم صار في نظام اللي هو الفصول وال24 ساعه وال الى اخره يبقى اذا الايه الاولى من سفر التكوين تكوين واحد واحد لا تتعارض مع ما اكتشفه العلم اذا كانت هناك مصداقيه عند العلم وان كان لما قريت عن تحديد عمر الأرض ماذا يقول العلماء لقيت الاختلافات شاسعة لكن الكل متفق على أنها قديمة والكتاب يؤكد ذلك من قدم من أسست الأرض طيب بعد كده يقول وصارت الأرض خربة وخالية أو وكانت الأرض خربة هل الله خلقها خربانة؟ الشعية 45 ثمانية 18 بتقول لنا لا لم يخلقها باطلاً للسكن صوره يبقى اذا حدثت كارثه كونيه البعض يرجح انها بسقوط الشيطان حدثت هذه الكارثه وده لا يتعارض مع الكتاب المقدس ثم بعد ذلك بدا الرب من عدد ثلاثه من تكوين واحد مش انه يخلق الارض لكن تجديد الارض ريكرييشن ريكرييشن يعني. يجدد وجه الارض اعاده إيه. فده يعني لو قرينا سفر التكوين بهذا المفهوم فإن الخصومه المزعومه الليبراليين اللي حبوا حلق حوش لحسن يضيع الكتاب المقدس، لا الكتاب المقدس ما يضعش لأن العلم الحقيقي لا يتعارض في شيء مع الكتاب المقدس، أما نظريات النهارده يقولوها وبكره ينفوها، إحنا مش ملزمين إن إحنا نجري ورا كل موديل مم. جديد يعملوه الناس لنا. أما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد إيه 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 إلى الأبد إيه صحيح طب خلينا نبتدي لكانت بقصة آدم وحواء يعني كثير من المسيحيين بينسبوا هالقصة أنه قصة رمزية الله بعلمنا يعني درس أدبي درس روحي من خلال القصة كيف فينا نصالح الموضوع بما حدث مع يسوع المسيح على الصليب يعني على سبيل المثال لما يقول لنا روميا أصحاح 5 عدد 12 كأنما بإنسان واحد دخلت الخطيه الى العالم وبالخطيه الموت وهكذا اجتاز الموت الى جميع الناس اذ اخطا الجميع وبعدين يكلمنا عن ادم الذي هو مثال الاتي عندما يقول يكون ادم مثال لشخص سوف ياتي اللي هو المسيح م. الذي اتى آه باعتبار ادم راس جنس والمسيح راس الجنس الجديد فكيف يستقيم ان ده ادم بيتكلم عنه في كورنثس الاولى 15 ادم الانسان الاول من الارض ترابي وادم الاخير روحا محييا والمسيح استشهد بقصه ادم وحواء من البدء خلقهما ذكرا وانثى اذا ليس بعد اثنين بل جسد واحد لما بيسالوه الفرسين يحللنا نطلق لكل سبب قال لهم لا. لا من البدء لم يكن كذلك واستشهد بقصه ادم وحواء وقال العبارة الجميلة من أجل ذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا بس يعني في شيء أهم وأعمق أخي يوسف نعم. أنه قصة آدم وحواء أو خطية أو عصيان آدم يعني أنه الله كان مرتب شيء الفداء من قبل تأسيس العالم صحيح. وأنه المسيح جاء وحتى الله أخذ زمام المبادرة أنه ألبس آدم وحواء أقمصة من جلد صحيح. يعني ابتدات فكره الذبيحه من اليوم الاول بالضبط يعني. سقط. يعني. سقط. بالضبط يعني ما هو بعد كان... المسياني كمان ما هذه المشكله تانية عند ال... الفكر المتحرر انهم ابتدوا كمان يضعوا علامات استفهام هل المسيح مات موتا فدائيا كفريا نيابيا ولا مجرد نموذج للتضحيه وللايثار وللعطاء اختزلوا موت المسيح من انه موت فدائي قال لك لا هو البريء يموت بدل الـ الـ البر بتاع ايه؟ اه عندما ده ظلم والله ما ظلم نقول لهم حاشا اديان كل الارض لا يصنع عدلا لكن كما قال سبيرجن تعبير جميل قال عندما اه المراه اه تتعرض الى خساره ماديه ويبادر زوجها بانه يدفع مستحقات اللي عليها عشان ما تدخلش السجن، هذا ليس ضد العدل في م. شيء لكنه يمثل الحب. م. والمسيح ارتضى ان يقترن بنا علاقه من هذا النوع، م. حبنا وعايز فتكفل لله عنا بالعطاء. لا ما هو يعني من ادم احنا بنعرف انه في خطيه، الخطيه اتورثناها وهي الطبيعه الخطاء صارت فينا مثل ما تكلم داود بالخطيئه حبلت بأمّه، فإذا اجتاز الموت إلى الجميع فالفداء وكفارة المسيح لازم ترجع لليوم الأول من خطية آدم ما بالزبط. فينا نترك قصة آدم بالضبط وإن كانوا كما أشرت منذ قليل اللاهوت التحرري عنده اعتراضات على هذه الـ 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 التعليم الأساسي اللي في المسيحية فالمسيحية جوهرها صليب المسيح وفداء المسيح وكفاره المسيح. طيب إذا عندهم اعتراض على هذا الموضوع، ليه ما عندهم اعتراض إنه الله يتخذ جسد في بطن القديسة المطوبة مريم العذراء؟ ما هذا يعني شيء أصعب إنه العقل يستوعبه، لكن المسيحيين كلهم متفقين على هذا الموضوع، اشمعنى إنه ما نصدق قصة الخلق أو الطوفان ونصدق مثلاً إنه الله ممكن يتجسد بأحشاء مريم العذراء يعني البعض قريت للأسف أنهم ينكروا المولد العذراوي لكن حصلت طفرة جينية فتم الحبل لكن بينكروا المعجزة لأنهم في الحقيقة استبعدوا كل المعجزات من كلمة الله وهنا أتذكر كلمات الرب في مزمور خمسين ظننت أني مثلك يعني إذا كنت أنا ما أقدرش أعمل معجزة ربنا ما يقدرش يعمل المعجزه شوف الكفر لكن طبعا انا ما اقدرش لان انا انسان محدود اما الله فكلي القدره هل يستحيل على الرب شيء زي ما قال الملك جبرائيل للمطوابة العذراء مريم ولا يكون شيء غير مستطاع عند الله طيب خلينا نقفز بالزمن إلى قصة الطوفان طبعا يعني في إشكالات كثيرة حول الفلك أيوه. بناء الفلك وحول فكره الطوفان يعني انه يغطي الارض عالميا ويكون اعلى من كل قمم الجبال بعرفش بال في المتر يعني يمكن 11 ل 17 متر فوق اعلى قمه ازاي نصالح الموضوع ده بالعهد الجديد بفكر يسوع. يعني على سبيل المثال زي ما قلت من شويه 33 وثيقه تاريخيه في شعوب الارض المختلفة تؤكد حدوث الطوفان. الاكتشافات الجيولوجية اللي حصلت ان حيوانات مدفونة بكميات كبيرة حيوانات من التي تعيش في المناطق الحارة موجودة في المناطق الباردة هذه الامور كلها تؤكد صحة الحادث التاريخي مم. بس هم عندهم مشكلة ان هم رافضين فكرة دينونة الله مم. الله يدين لا لا الله محبة وبالتالي طب ما احنا نقول لهم يا جماعة الطوفان ما جه لكن يقول لنا الرسول بطرس هذا يخفى عليهم بإرادتهم مم. لأنهم يقولون منذ رقد الآباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة في الحقيقة لا مش كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة حدثت كارثة كونية تحدثنا عنها الاكتشافات الجيولوجية والوثائق التاريخية التي تؤكد حدوث الطوفان عالميا غطى كل الأرض وارتفع فوق قمم الجبال العالية 15 دراع يعني حوالي 7 متر ونص okay. محدش يقدر النهاردة يعني يهرب من دينونة الله أيام الطوفان محدش mm. ودي صورة لأن ما فيش مهرب من دينونة الله إلا الاحتماء في المسيح الذي هو فلك النجاة وطبعا يعني لازم يكون عالميا لانه شو الداعي انه يدخل كل الحيوانات بالزبط. بفلك طب ما بيبعت الطيور ممكن تهاجر لقاره ثانيه تمام او يروحوا لمنطقه ثانيه اكثر آمنة فهي حدثت لكن برضه مش بس حدثت المسيح استشهد فيها أيوة. ورسول بطرس أيوة. استشهد في هذه الحادثه بيتكلم عن هذه الحادثه انه في لها رمز مهم جدا اللي هو الخلاص صحيح يعني مثلا في متى 24 المسيح كما كان في ايام نوح كذلك يكون في ايام ابن الانسان م. كانوا ياكلون ويشربون يزوجون ويتزوجون الى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك وجاء الطوفان اغلق الرب عليه واهلك الطوفان الجميع هكذا يكون في ايام ابن الانسان يعني احنا عايشين النهارده في ايام تشبه ايام نوح ايام نوح اه في ان الخروج على المبادئ الثابته الاستهزاء والعصيان والتمرد وبعدين لم يعلموا لماذا لم يعلموا يقول لنا الرسول بطرس هذا يخفى عليهم بارادتهم يعني اعتقد احنا عايشين في زمن غير عادي غير مسبوق المعرفه اصبحت متاحه كلمة الله تذاع وتبث ليلة نهار في كل أنحاء العالم كل أنحاء العالم اللي مش عايز النهاردة يعرف هو مش عايز يعرف مم. وينطبق عليه قول يخفى عليهم بئرته هو مش عايز يعرف مم. ولما يكون هو مش عايز يعرف مم. حتى المسيح لما كان هنا على الأرض كم مرة أردت وأنتم لم تريدوا هو ذبيتكم يترك لكم خراب طبعا كل الموضوع لمصلحتنا بقول لا يتباطأ عن وعده صحيح. كما يحسب قوم التباطؤ بل إيش يتأن علينا مم. لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة يعني من نعمه الرب الرب اعطانا اليوم فرصه جديده صحيح انه نرجع له تمام توب ونطلب بالرب طيب وقصه يونان قصه يونان هو حتى لو تمشي من اصح واحد ل11 من سفر التكوين ما ننساش قصه قاين وهابيل نعم قاين الذي يمثل مذهب ويل لهم لأنهم سلكوا طريقين وهابيل اللي احتمى في الذبيحه لكن احنا عندنا الان دم رش يتكلم افضل من هابيل يبقى لما تتكلم في تكوين واحد الخلق تكوين اثنين السقوط تكوين ثلاثه الفداء تكوين اربعه قين وهابيل تكوين خمسة أخنوخ اللي جت سيرته في يهوذا عدد 14 نعم. تنبأ عن هؤلاء بس برضو ما يحبوش الحكاية دي لأنه بيتكلم عن دينونة هو قد جاء الرب في ربوات قدسي ليصنع دينونة على الجميع ما يحبوش الدينونه، لكن جايه الدينونه اللي وضحت في الفلك اللي احنا اشرنا اليه. طيب طالما بنتكلم عن رجعنا للاصحاحات الاولى طبعا القصه الشهيره بعتقد في تكوين سته انه بنو الله وبنات الناس وخلفوا الجبابره، البعض بيقول انه ملايكه والبعض الاخر بيقول لا لا يمكن، شو راي الاخ يوسف؟ يعني راي المتواضع اميل لهؤلاء الذين قالوا انهم ملائكه رغم اني اعلم تماما ان هناك صعوبات على الناحيتين وكمان ان هناك ناس محترمه اقدرها في فهم كلمه الله بيؤيدوا الراي ده وبيؤيدوا الراي الثاني لكن بحسب راي المتواضع اميل اكثر الى يعني يهوذا مثلا لما يقول لنا فأريد أن أذكركم ولو علمتم هذا مرة وبعدين يجيب لنا الملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم فين نع... علمنا هذا منين غير من تكوين ستة مم. يعني لو قلنا لا تكوين ستة مش بيتكلم على كده يبقى عايزين واحد يشرح لنا يهوذا ستة ويقول لنا مم. هو بيتكلم كان عن إيه أو ممكن يكونوا شياطين لبسوا اجساد ناس ما هو ضل اللي حصل بس هم ما كانوش وقتها شياطين لسه مم. كانوا ملائكه بقوا شياطين لما تركوا حالتهم الاولى مسكنهم و دول مم. اللي بيستهينوا بالسياده اوكي بالنسبه لطبعا قصه يونان انت ذكرت أيوه. يعني هي قصه انه الرب يسوع اقتبسها اللي بتتكلم عن موته وقيامته ايضا صحيح نرجع للوحي يعني طبعا كل هاي القصص مش بس مبرهنة تاريخيا كوثائق تاريخية لكن كمان إلها فايدة مهمة جدا لحياتنا وأنه فعلا كمان الكتاب المقدس بيسرد تاريخ البشر بفترات زمنية بحسب ثقافاتهم بحسب عاداتهم حتى يوصلنا للإعلان الأكمل او للنور الكامل حتى لو ابتدينا بالتدرج حتى يشرق هذا النور الكامل في حياتنا صحيح يعني قصه يونان وكل قصص العادة القديم رفضها جايه من رفضهم للمعجزات مرات وفي امور سياسيه للاسف اقول كمان ما هذا يعني, يعني بياخذ الموضوع من ناحيه سياسيه طبعا يعني خلط الامور ده مش تمام لكن للاسف الشديد هذا يحدث احيانا لكن اعتقد ان كل تقي لا يصح الا ان يقول ليكن الله صادق وكل انسان كاذب وكلمه كل انسان معناها كل انسان. طيب اليوم في شباب كثير عم بتميل لبعض الاشخاص اللي بيعطوا هذا النوع من التعليم، ازاي نصالح وكيف العلاج في هذا الموضوع انه الشخص اللي كان بيروح على الكنيسة عم بيتوجه للإلحاد أو بيتوجه أنه يبتدي يقلل من أهمية الكتاب المقدس إزاي نصالح ونعالج هذا الشخص يعني أتذكر عبارة قالها الرسول بولس إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيما <applause> رسول يوحنا أما أنتم فما سمعتموه من البد فليثبت إذن فيكم الرسول بولس مره اخرى اما انت فاثبت على ما تعلمت وايقنت عارفا ممن تعلمت وانك منذ الطفوليه تعرف الكتب المقدسه القادره ان تحكمك للخلاص ان نقدر بعض الشخصيات للموهبه اللي الرب ادها لهم هذا حسن اننا نسير دون بحث وفحص هذا ليس شرف فالرسول بولس العظيم لما راح الى بيريه الكتاب يقول لنا ان اهل برية كانوا اشرف من تسالونيكي لانهم قبلوا الكلمة بكل نشاط فاحصين الكتب هل هذه الامور هكذا يعني انا ما انبسطش اللي يسمع كلامي ويقول امين ورايا من غير ما يفحص انبسط اكتر جدا من اللي ياخد كلامي بكل جدية ونشاط ويفتح الكتاب فإذا كان كلامي حسب الكتاب تمسك بالكتاب وإذا كان كلامي عكس الكتاب فليكن الله صادق وكل انسان كذا. وطبعا احنا بنتكلم على موضوع مصيري موضوع أيوة. ابدي يعني بالزبط. مش بالزبط. ما باستخفاف لكن مهم جدا طيب بالختام اخ يوسف الكتاب المقدس هو كلمه الله كتبه اناس الله القديسون مسوقين من الروح أروح. القدس صحيح احنا بنعرف هذا الشيء ومنأكد هذا الشيء لكن شو الدلائل والاثباتات حتى لو سرد سريع اللي بتثبت لي الكتاب المقدس صحيح حضرتك قلت تعبير في البدايه الكتاب المقدس لا يحتاج الى دفاع انه يدافع عن نفسه مره واحد راح لخادم للرب وقال له اذكر لي بعض الكتب التي تحدثنا عن وحي الكتاب المقدس وتبرهن لنا صحه الكتاب فقال له الكتاب المقدس قال له عفوا انت لم تفهمني أني أريد كتاب يؤكد لنا أن هذا الكتاب هو كتاب الله م. قال له أنا فهمتك وأقول لك اقرأ الكتاب المقدس أحسن طريقة أثبت لك أن العسل حلو أقول لك دقه ذوق لقمة هتلاقي أنه حلو هذا الكتاب اقرأه عندما تقرأه تأثيره مش ممكن يكون تأثير كتاب بشري ما احنا بنقرأ م. كلام للبشر هذا الكتاب مقدس يقدس من يقرأه حتى ان هناك مقوله جميله بتقول الكتاب يبعدك عن الخطيه والا فان الخطيه ستبعدك عن الكتاب م. يعني ما تقدرش الكتاب والخطيه مع اني ممكن اعمل الخطيه وانا بشوف اي حاجه تانية وبنقرا اي حاجه تانية م. لكن الكتاب لا ثم النبوات التي اشرنا اليها التي تمت في دقه عجيبه في الماضي وتتم في الحاضر م. هذا برهان اخر ثم صدق محتوياته العلميه ثم إعجازه العددي أشياء كثيرة جدا في عناوين أقولها لكن الأمر يحتاج إلى يعني بحث طويل في هذا الكتاب العظيم كتاب الله العديد الأركيولوجية عن الآثار والتاريخ والجغرافيا يعني كل شيء اتكتب أو انذكر مثل أسماء بلاطس قيافة كله هيرودس كله عم بيكتشفون صحيح. أمام عيونه يعني مش بناقد لكن بزيد بيئة. يعني بأكد صحيح. يعني أدلة خارجية يعني تمام. على صحة الكتاب المقدس واليوم في ناس عم بيشوفونا مش عم بيقروا الكتاب المقدس م. ويمكن بحالة تشكك عندهم تساؤلات في ذهنهم شو بتحب تقول لهؤلاء الناس هؤلاء الشباب أقول إلى الأبد يا رب كلماتك مثبّتة في السماوات الكتاب المقدس سيبقى يفني كل المطارق لكن هو سيبقى خالدا وكل آلة صورت ضد هذا الكتاب لم تنجح ولا يمكن أن تنجح وكل لسان يقوم في القضاء عليه يدينها هذا الكتاب وأحسن حاجة أنهي بها حديثي مع إخوتي المشاهدين اقرأ الكتاب المقدس اقرأ الكتاب المقدس ستكتشف ما لا يستطيع إنسان أن يقنعك به بالعقل لكن ستكتشف بنفسك لنفسك البركة الكبيرة في حياة أبدية وهو يشهد للمسيح والكتاب المقدس إحنا طبعا من أكد أنه يقود الإنسان إلى الخلاص تمام تمام أعظم عطية أعطاها الله للبشر الخلاص خلاص الأبدي الكتاب المقدس مولودين بكلمة الحق صحيح يأ. أخ يوسف شكرا جزيلا ربك. ربي يباركك ويبارك خدمتك وشكرا على وجودك معنا وإن شاء الله بكون حلقة أخرى معك. إخوتي وأخواتي إذا الأمر عم بثير أي تساؤلات في ذهنك ابعت بأسئلتك. ابعت بتساؤلاتك وممكن نبحثها كمان على البث المباشر. عاوزين نكون منصفين معك. لكن بحب أكد لك إنه هذا الكتاب غيرني وهذا الكتاب اللي فعلا قاد حياتي بحكمني وشريعتك جعلتني احكم من كل اعدائي وهذا كلمه الله مكتوب عنها سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي آه هذا الكتاب يعني بيتكلم عنه بنواحي هو الشهد عسل لما بتزوقه عاوز توكل اكثر واكثر وكلمه الله لا تقيد وكلمه الله واسعه غير محدوده وهكذا كانت تنمو وتقوى كلمه الرب بشده يعني دائما بتنتصر كلمه الله لما انا فعلا بتواضع امام الرب وبتواضع بحسب ايش الكتاب آه بعلمني، والكتاب المقدس فعلا بعلمني عن هويه يسوع، شخصيه يسوع، محبه يسوع، اعلان يسوع اعلن المسيح عن الاب، الاب بحبني واعلن عن غرض الله الكامل انه الله لا يريد ان يهلك اناس بل ان يقبل الجميع الى التوبه. لكن انا بدعوك اليوم فعلا تعطي فرصه لنفسك، انت عم بتشكك بالكلمه، اعطي يعني كن منصف مع نفسك، خذ فرصه اقرا في الكتاب المقدس، اقراه بالكامل من سفر التكوين لسفر الرؤيا. رح تشوف التسلسل والتدرج في الاعلانات حتى الله يوصلك للاعلان الكامل لابد ان تصل الى يسوع المسيح المخلص الوحيد. انا بدعوك اليوم تثق في كلام يسوع الذي قال: الحق الحق اقول لكم ان من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارسلني فله حياه ابديه ولا ياتي الى دينونه بل قد انتقل من الموت الى الحياه كلامي روح وحياه الرب يباركك الى اللقاء